اليوم فئه الميد سايز اس يو في صارت مطلوبه كثير بالسوق العالمي وخاصه كمان بالسوق اللبناني. مشاهدينا سياره اس يو في بمحرك 4 سلندر ونشيط جدا. عم نحكي اليوم عن مازدا سي اكس 5، السياره اللي كمان انطلقت من فتره صغيره بالسوق العالمي واكيد وصلت للبنان. توني هاي اليوم نضوي اكيد بشكل عام على هالسياره الحلوه مزبط. وبعرف عليها طلب كثير لانه هالفئه مثل ما كنت عم بحكي ببدايه حديثنا مطلوبه كثير اليوم صارت بالعالم كله. مزبوط هالكاتيجوري يعني من بعد ما دراسات عملوها شافوا انه هذا السايز يعني بالتحديد مطلوب لكل الاعمار، مثل ما دائما المازدا عم بتشدد انه يكون لكل الاعمار. نعم. وخاصه انه عم يعملوا انجن فور سيلندر عم بيكون كمان للمصروف، والكاسكاي اكتيف تكنولوجي عم نستعملها نحن عم بيكون السيفتي بقلب السياره كشاسيات وكحديد عم يستعمل بالسياره دائما اكيد يعني تاخذ 5 ستارز يعني بالسيفتي. الاس اكس 5 صارت معروفه عالميا لانه في منها 2 انجن 4 سلندر 2.5 و 2.0 عم بيكون. الاهم من هيك التقنيات اللي عم يستعملوها بقلب السياره كل العالم وين مطلوب وين ما كان، يعني كل العالم بدها توفر بالبنزين مثل ما بيقولوا بالسيفتي. نضوي عليها شوي رح نحكي عن السكاي اكتيف انجن اللي هو عم يعطي تورك 15% اقوى من غيره، يعني مثلا هي السياره على 2.5 لتر عم تعطي 190 هورس باور، غيرها بيعطي 160 او 165 هورس باور. نعم. لكن عم ياخذ تورك اقوى خاصه بلبنان نحن عندنا جبال. كما في عندك من مع السكاي اكتيف تكنولوجي اللي هو عم يعطي 15% اوفر بالبنزين، يعني التانكي بتعمل 20 لتر بتعمل 200-250 بتانكة البنزين، بتوفر كمان اكيد لس فيول كونسامشن الوقت زيته عم تعطي باور زياده. هيدي التكنولوجي موجوده عند المازدا بس يعني كله عم يعمل داون سايزنج للانجن، عم يعمل تيربو لياخذ باور اكثر ونزل بالفوليوم تبع الموتور. هاي الشغله مش لمصلحه اللي عم يعملوها لانه بيفقدوا الاحساس الفيلينج بالسواقه اللي هو السموثنس اللي عم بيطلبها الزبون. نعم. دائما اليوم السيارة بفايدة كتير واطية تحت 1% 0.99 انترست. مزبوط. كمان واحد بوفر كتير بسنده وخاصة إذا عم بقسط على فترة 5 سنين. 0.99 انترست هيدي نحن الفايدة صار لها فترة مستمرة معنا، منا شغلة جديدة بس دائما عم نضوي عليها لأنه أوطى نسبة فايدة للسوق، غير إنه عم نعطي على غير سيارات 0% فايدة، 0.99% بعدها نسبة كتير قليلة، مشان هيك يستفيدوا من العروضات اللي عم نعملها على هالسيارة هيدي، يوفروا بالفايدة. ياخذوا سيارة مكفولة كمان مكفولة 5 سنين كيلومتراج مفتوح، يعني كمازدا سيارة بعد عم تصنع في ثقة بالسيارة لأنه أكيد عارفين إنه أوريدي ما حصل لها شيء، عاطين أوبن مايلج وورنتي شغلة كثير أساسية. اليوم الزبون بيريح حاله 5 سنين إنه ما بيعطل هم شيء، خلص ما في شيء يعطل همه مزبوط. وعم نرجع بنشدد إنه هي سيارة يابانية 100% الكفالة هيدي بس هيك ثقة ما رح يستعملها حدا بس لأنه السيارة يابانية جودة معروفة صارت كمازدا بالعالم. التكنولوجيا اللي عم يستعملوها هي لحتى يكفوا انه بغير السيفتي وغير المصروف. كمان في عندك شيء بالمازدا بيفكروا انه يكون في هيك بارتنرشيب بين الزبون اللي عم يشتري السياره، علاقه خاصه بين الدرايفر والسياره فيطلع محمس يسوق 100%. هيدي الشغله كل يعني من اكيد اللي عم يسمعنا هلا واللي معه مازدا رح يفهم علينا اكثر كيف قديش الفيلينج عم بيكون. نعم. عنده الايموشنز اللي بتكون بس يكون عم يسوق السياره. ندعي كل العالم لحتى يجي يجربوها لحتى يعرفوا عن شو عم نحكي. اكيد تست درايف مفتوح لكل شخص حابب يجرب سي اكس 5. مع الصور الحلوة للسيارة من الناحية الخلفية طبعا عم نوصل لختام اوتو فوكس لليوم هالاسبوع مازدا ويك. رح نتابع سوا كل الطيارات الموجودة بالسوق اللبناني. بالختام رح نشوف فيديو خاص عن الاي ام بي ابلكيشن الموجودة على سمارت فونز. بي از براود تو بريزنت لبنان's first mobile app in the automotive field. Your personalized app is friendly, effective, it is smart. Wherever you are, you can find one of our showrooms across the country. Locate it on the map and find our opening hours. In the showroom module, you can find all our vehicles. In one click, you can choose your favorite car and see which color fits you more and choose its specs. You can have a 360 view of the car and even discover its interior. You can also customize your car with any desired accessories, find out its price, and request a test drive. In case of a car incident, you can select the region, choose your insurance, and share your location with them. A towing will be ready. Our maintenance is known to be a 5-star service. You'll be able to check out in simple steps your regular, mechanical, electrical maintenance. In the body repair section, take a picture of the damaged side of the car, your ID, and your driving license, and choose the date and time that suits you. Back on the menu, you'll also find Mechanic.
where you can enter your car details and find out when your mechanic is due. If you need to rent a car, you can choose one of any available models at A&B Rental Car. Book it, and here it is, ready to be driven. There are other services available. Pick and choose which coupons you want. Follow A&B Daily News. Check your detailed profile on My Account. The Automobile application is available on the Apple Store and on the Android's Google Play.